ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. توقعات يوم 2 اغسطس لعام 2022. مبدئيا احنا عندنا يوم 2 هيكون يوم مميز كتير للابراج الهوائيه، برج الميزان، الدلو، الجوزاء، لان القمر هيكون موقعه ببرج الميزان، وده هيكون بيأثر كتير على ايجابيات عديده جدا، في فوقان لكتير من الابراج وفي نصايح للعديد من الابراج. خلينا ان احنا نتكلم كده على طاقه اليوم لكل برج عشان نوضح كل برج اليوم بالنسبه لنا ماشي ازاي. نبدأ بيه برج الحمل. برج الحمل بالنسبه لك انت عندك يوم هيكون مهم جدا جدا في انك تاخد بالك، لان في وضع معاكس نوعا ما. اي نعم الوضع معاكس من ناحيه وجود القمر ببرج الميزان، بيعكسك في ايه؟ انك هتحس شويه بمتطلبات متزايده من شراكه مهنيه او شراكه عاطفيه، هتحس شويه ان حد بيزايد عليك، ان انت بتحاول تتحمل عشان ترضي حد معين، او في تحمل بزياده او متطلبات في عمل بدائي او خطوه بدايه او استكمال لشيء انت ابتديته. فبالنسبه لك هتحس بالعديد من المتطلبات، هتحس كتير ان انت في تقل شويه عليك او حد بيتائل عليك او بيزايد عليك. الفكره كلها ان انت كمان مدعوم من الشمس جدا، مدعوم من كوكب عطارد كتير، فاذا عندنا كواكب داعمه لينا خلال اليوم برغم معاكسه وجود القمر، الا انك مدعوم بشكل كتير قوي من تاثير الشمس وعطارد. فاذا مدعوم في الشان المهني جدا، ومدعوم في اي خطوه متعلقه ببدايه، وكمان هيكون في حاجه متعلقه بكشف الاهل، طرف من الاهل او طرف من المقربين ليك هتكتشف مدى ايجابيته او مدى سلبيته. ده بالنسبه لي برج الحمل. اما بالنسبه لي برج الثور، برج الثور هيكون عندنا الوضع الصحي شويه، نخلي بالنا من اي لحظات متهوره او جنونيه، خلي بالكم كتير من السواقه المتهوره، خلي بالكم كتير ان احنا نفقد السيطره على نفسنا باتخاذ بعض الخطوات او حتى كمان القرارات. يعني اخلي بالي كويس قوي من القرارات اللي ممكن تسيء ليا، او القرارات اللي ممكن تخليني ان انا اخسر، او القرارات التي اندم عليها فيما بعد. النقطه اللي بعد كده، لو انت عندك مشكله صحيه ارجو منكم ان انتم ما تهملوهاش وما تقولوش فكره ان اي علاج يقضي، خلي بالكم كتير من الاهمال في الصحه. اما برج الجوزاء، برج الجوزاء عندنا يوم هيكون فيه كتير من العلاقات الرائعه والمميزه، خطوات فعليه حقيقيه جدا جدا تطيب الخاطر والنفس، هيبقى عندك كتير من العلاقات العائليه والترابط الجيد جدا جدا ما بينك انت والاخرين. بالنسبه لك هيكون عندك في مواليد او اخبار ساره مع الاولاد، هيبقى في تفاهم حلو مع الاولاد، تقارب حلو مع اولادنا، او نسبه مواليد هتبقى لذيذه جدا لينا. برج الجوزاء بالنسبه لك يوم لطيف قوي، لو عايز تقدم على وظيفه، لو عايز تنطلق لحاجه معينه، لو عايز تتخذ خطوات قويه بامورك الحياتيه، فالوقت مناسب كتير، وهو اضافه جدا جدا قويه لك يا برج الجوزاء. فده بالنسبه لي برج الجوزاء خلال اليوم. اما برج السرطان، برج السرطان خلي بالك شويه، اصل اليوم بالنسبه لك هيبقى تقيل، تقيل في التعاملات العائليه بالاخص. يمكن بتحاول ان انت تعدي مشكله او تحل ازمه معينه، بتحاول كتير انك تسعى الى الاستقرار نوعا ما، وهنا ممكن ان انت تتاثر بضغوط معينه او مصاريف كتير خلال اليوم، في بعزائه فلوس شويه، في تبذير شويه لازم تاخد بالك منه، بتحاول كتير استكمال شيء، بتحاول كتير الاستقرار، لكن في نفس الوقت ده هيكون امر بيضايقك نوعا ما. ليه؟ لان انت هتبقى بتتحمل فوق ضغطك او بتتحمل فوق طاقتك، يعني عندك تحمل بزياده، بتتحمل وبتيجي على نفسك بزياده، وده بيأثر عليك جدا جدا وبيأثر على نفسيتك. انت عايز تستقر في شأن عائلي او شأن عاطفي، في خلافات او خلافات ماليه او مطلوب منك امور ماليه، وده بيأثر كتير على الفكر الخاص بيك وبيأثر كتير على استقرارك وعلى تعاملاتك. اما برج الاسد، برج الاسد بالنسبه لك انت عندك يوم هيبقى لذيذ كتير، يوم فيه ود وفيه علاقات وفيه تقارب وفيه كتير حاله اجتماعيه جيده جدا جدا، هتكون قادر كتير على التواصل الجيد ما بينك وما بين اطراف عديده، سواء عائليا اجتماعيا، اصدقاء، اشخاص زمان بيرجعوا، قادر كتير على الوصول، بتلتقي بشخص ما هيبقى بتزداد علاقتك فيه قوه، بمعنى ان هيكون في ارتباط ما بينك وما بين شخص ما، سواء صداقة سواء غير، سواء شخص جديد بيدخل حياتك. بالنسبة لك عندك علاقات عديدة، تعاملات عائلية جيدة جدا جدا، حتى كمان هيكون في اتصال ذهني وتواصل ذهني حلو قوي.
بتقدر ان انت تفكر بشكل صحيح، بتقدر ان انت تصل الى النتيجة الصحيحة او الشيء السار او الخطوة الصحيحة اللي انت عايز انك تاخدها بقالك فترة. يعني في خطوات انت عايز تاخدها بقالك فترة، الفترة دي حلوة جدا جدا ان انت تبدأ في الخطوات اللي انت كنت عاجز عنها فيما قبل. برج العذراء، برج العذراء احنا عندنا يوم هيبقى فيه شوية من التهور في المصاريف، عندك فيه سداد لديون، سداد لمصروفات، سداد لأمور مالية، يعني انت بالنسبة لك فيه مطالب بدفع ماليات، فانت بالنسبة لك هيكون فيه دفع فلوس. اليوم بالنسبة لك لو انت عندك تعاملات بنكية، تعاملات ليها علاقة ببعض الحسابات، لازم تكون دقيق فيها، لازم تكون واخد بالك كويس قوي قوي من فكرة ان انت يكون عندك اللي هو يعني اخلي بالي من حساباتي، اخلي بالي انا بكتب ارقام نوعها ايه، مصاريف ايه، اخلي بالي من الحاجات دي جدا جدا يا برج العذراء. يعني لازم تكون حريص بشكل كتير قوي على الامور الماليه الخاصه فيك، وتخلي بالك كويس قوي من اي تلاعب على امور ماليه ممكن تحصل عليك خلال اليوم. النقطه اللي بعد كده او البرج اللي بعد كده، برج الميزان، انت من اكتر الابراج المحظوظين خلال اليوم سيدي. برج الميزان بالنسبه لك انت عندك يوم هيبقى لطيف كتير، مليء بالتعويض، القمر جاي عندك كده بيهل كده بيقول لك ايه، احنا جايين نخدموك، فعندك ده جدا، خاصه ان عطارد موجود ببرج الاسد ده، وده هيبقى بيخدمك كتير برضو اكتر. ليه؟ لان عندك عروض حلوه جدا، لان عندك اصدقاء وعلاقات وطيده اكتر، عندك التعرف على العديد والعديد يتعرف عليك اكتر، هيبقى عندك في تواصل جيد مع الاخرين، في اتصال مهم جدا، تواصل مهم جدا، وصول لامر ما مهم جدا خلال اليوم. نفسيا هتبقى كتير الوضع لطيف، هتحس كتير ان انت مرضي، هتحس كتير ان اشخاص عايزين يرضوك، هتحس كتير ان انت متقارب مع نفسك اكثر ومتقارب مع الاخرين اكتر، قادر كتير على الابداع وعلى النجاح، قادر كتير على شغل اكتر، عندك طاقة حلوة جدا انك تجتهد، انك تشتغل، انك انت تسيطر على نجاحات جدا، يعني قادر على انك تنجح وتتميز وتتفوق. اليوم حلو قوي ان انت لو عايز تقدم على وظيفة، عايز تنطلق، عايز تاخد خطوة مميزة، عايز تعمل اي حاجة في حياتك، حلو، اتكل على الله، يعني بص اللي هو ايه، يعني اعقلها وخد الخطوه كده وتوكل على الله، واليوم بالنسبه لك لذيذ كتير يا برج الميزان، ربنا يحلي ايامكم كلها كلها يا رب. برج العقرب بقى، برج العقرب انت عندك يوم هتخلي بالك منه، لان القمر موجود بالمنزل ال 12، خلي بالك كتير من التهور والعداءات والمشاكل، لازم تكون حذر كتير من التهور في اخذ اي خطوه، لازم تبقى واخد بالك كويس قوي من العداءات اللي حواليك، لان في اشخاص قاعدين لك بالمرصاد، خلي بالك كتير من التلاعب اللي ممكن يحصل ضدك، لازم تكون حذر كتير من الطاقه العدائيه والانتقام، مش يوم للانتقام، مش يوم لرد العداءات، مش يوم للنرفزه ولا العصبيه، حاول كتير ان انت ما تبداش اي خطوات خلال اليوم، حاول كتير تاجلها، بالنسبه لك اليوم هيبقى مشاكس. اليوم مشاكس، فلازم انك تكون واخد بالك كويس قوي عشان تبعد عن المشاكسه. احذر بقى اكتر من ايه، من اي حاجه ليها علاقه بعقود، اوراق، مسؤوليات، امور قانونيه، امور قضائيه، بيع، شراء، اخلي بالي واتجنب هذه الامور تماما. اما برج القوس، برج القوس بالنسبه لك انت هيكون عندك يوم هيكون فيه دعم هايل جدا، اصدقاء مقربين، مساعدات من اشخاص، سواء بنصايح او بخطوات ليها علاقه بحلول ازمات، بالنسبه لك عندك القدره على اتخاذ القرارات السليمه نوعا ما، نوعا ما، خاصة في الأمور المهنية، بالنسبة لك هيكون عندك حظ حلو كتير في خطوات مهنية ومالية، بالنسبة لك هيكون عندك دعم حلو كتير ذاتي، يعني أنت داعم نفسك بشكل كتير قوي، معالجات لكثير من الأمور خلال اليوم، ده بالنسبة لي برج القوس. أما بقى بالنسبة لي برج الجدي، برج الجدي انت بالنسبه لك هيكون عندك في امور هتكون جيده جدا جدا، في قرارات، في اوراق، في عقود، في حاجه متعلقه ببيع وشراء، خلي بالك بس من التهور، في عندك بدايه لمشروع جديد، بدايه لسكن جديد، بدايه لانتقاله جديده، بدايه لمشتريات جديده او بيعه حلوه ليك، او عرض مهني هيبقى مميز كتير ليك، بس هتخلي بالك شويه، لازم تقرا العروض والعقود دي باعتناء قوي جدا جدا، وقراراتك لازم تكون دارسها صح كويس قوي قبل تنفيذها، قبل ما نفذ اي قرار علي التفكير فيه بقدر كتير قوي، ده بالنسبه لبرج الجدي، يعني الدنيا بالنسبه لنا هتبقى لطيفه بس لازم ان انا اكون دقيق اكثر. اما بقى بالنسبه لبرج الدلو،
يوم لطيف جدا، يوم رائع، يوم مميز، الحظ افضل، في عندك احساس عالي جدا، روحانيه حلوه، نفسيه لطيفه، هتحس كتير ان اليوم مليان طاقه كده، في زرعه امل موجوده جواك، هيبقى في كتير وقت حلو انك تصلح كتير من الاخطاء. بالنسبه لك يوم لطيف كتير في الحظوظ، يعني تبدا عمل، تبدا وظيفه، تبدا خطوه معينه، فاليوم مناسب ليك جدا لاخذ خطوات. برج الحوت عندك العديد من الحركات المهنية، مساعي مهنية، عندك خطوات مهنية متواجدة، بس يعني عندك كتير من تصحيح خطوات. هتخلي بالك من ايه؟ هتخلي بالك من القرارات الصعبة في الشأن المهني، حاول كتير انك تستعين بخبرة السابقين او تستعين باشخاص يكونوا عندهم علم بالشيء اللي انت بتقوم بيه في الوضع المهني بالذات. ده بالنسبة لي برج الحوت خلال اليوم، وده بالنسبة لكل الأبراج خلال توقعات يوم اثنين. بشكركم جدا، ما تنسوش اللايك وشير الاشتراك في قناة، تفعيل الجرس. سلام.